في المسرح. المسرحية موجودة تفسير ليها يعني. ما ينفعش يبقى حرية معايا وما سألتيش عن حوارك انت وبسمة وهبة اللي كان في رمضان. لا سوي اسمعيني اللي كان في رمضان. حسينا اي كان قيمة الاعلامية اللي قدامي كان فيه هجوم عليك وفي اهانة. ليه تقبلتيها ان انت تفضلي مكمله للحوار؟ ما تقبلتهاش؟ إيه اخر سؤال اللي سالتوني ده هو اللي ما كانش مقبول. ان انا عارفه ان انا عندي مشكله كبيره في مناخيري وفي التنفس وفي التذوق وفي الاستطعام. فانت جايه تقولي لي انت بتاخدي مخدرات؟ انا باخد مخدرات؟ ده انا ممنوع احط اتروفين، احط مخدرات وبالبجاحه دي. بس بعيدة عن السؤال الأخير. بس لا كان الحوار كاملة كان فيه هجوم عليك. ليه قبلتي ان انت تكملي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هو سؤال الاستاذه حورية لما شفنا الحوار يعني ليه رأي برضو ان اداها قوه اكبر بعد لما عملت الحوار. اي نعم الموضوع كان صعب بالنسبه لها، انما بعديها احنا شفنا في رمضان بعديها كان كبير وهي اصلا نسيت الموضوع اصلا تماما، يعني اتعاملت مع الموضوع بالايجابي بتاعه. قوه اكبر زي ما هي بتشتغلت على الخشبه وهي فعلا بتعاني من بعض الحاجات المرضيه، ولكن هي اكبر منها ان شاء الله، وان شاء الله تعتبر نسبه 80% نسبه شفاء عدينا الحمد لله واكبر كمان من كده والحمد لله. يعني لو في حاجه هي هتعملها حورية مخدرات وتعمل مسرحيه للاطفال وتقف على المسرح وتشتغل وتعمل بروفات كل يوم مخدرات حلوه. حورية هل هتاخدي خطوه ضد بسمه وهبه؟ هتطلعي تاني معاها؟ هي اوريدي عندها مريضه سرطان، فربنا يشفيها. ميرسي ليك يا حورية. عايز اسالك سؤال اخير، انت شفتي الحشاشين تبعتي؟ لا برضه يعني المخدرات والحشاشين. لا بقى انت اشتغلتي اول حاجه تقريبا قدام الشيخ كان معاكي كان كريم جوز كبير، يمكن الناس مش عارفه ده اول ما بيتشوف ده. شفتي تغييره في الحشاشين كان عامل ازاي؟ ما شفتيش والله يا بيبي.